السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فول جايز، اللعبه بجد اللي بتخرجنا من كل الضغط اللي علينا. حتى لما بخسر فيها ببقى فرحان، ما ببقاش زعلان عمري يعني. قبل ما نبدا الجيم ده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وشير الفيديو مع اصحابك. يلا بينا على الجيم. يعني اول القصيده كده، يعني يا ربي انا ما بحبش لعبه التنطيط دي يا جماعه والله. ماشي معايا والله، كويس اهي. خش بقى كده، ماشي حلو. والله ماشي معايا حلو. يخطأ حلو حلو قوي. اعمل ايه؟ طب ما امشي هنا احسن كده اهو. العيال دي بتروح فين؟ لا في كام واحد دخل تاني برضو؟ ماشي، انا نعملها المره دي كويس ان شاء الله. اهي اروح فين؟ طب خلاص ولا ايه؟ بجد حرام والله هخسر الجيم يا ابني. خلاص يلا. ايه ده؟ انا لو خسرت هزعل قوي. فاضل كام واحد؟ يا اخيرا كسبتها مره في حياتي. هي ايه النهارده حاله التنطيط ولا يا جماعه في ايه؟ ما انا مش عارف انط اصلي، فبخطف بسرعه. ما بيجيش لي في البتاع، عايز اجي عند المروحة دي يا يعني فالح بصراحة. انا عايز اجي هناك كده. مش عارف طب هعديها ازاي؟ طيب اهي هي دي اللي عايز اروحها. بجمع فيها نقط كتير. المروحة جاية، المروحة جاية هناك. هكسب الحمد لله. طيب أهم حاجة في البتاعة دي إن المروحة ما تجيش عندك، ده اللي أنا عارفه. وطبعا ما تقعش من الحاجات دي أهم حاجة. استنى المروحة لو جت هتشقلطنا. أوعى أورم. المروحة جاية، المروحة جاية، الحمد لله طهينا. ده إيه السهولة دي يا جماعة؟ وانا رب الكوره ورايا ورايا، انا هخسر يا جماعه الجيم ده. انا عارف انا ما بعرفش العب الكوره دي خالص بجد، ما بعرفش العبها والله. جبت نقطه؟ طب الحمد لله. استنى الحمد لله، ده شكله عبيط ما بيعرفش يلعب. لا شكلها سلكه يا رب. هات هجوم بقى بس كده يا باشا خلاص. الله انت بقى كده، انت هتسكر عليهم. دي شكلها سكه خالص. لا طبعا والله يا جماعه، دي نقطه ولا ايه؟ مش عارف معايا، مش عارف معايا. مش مشكله بس هو ده باين. خش بقى، ايوه كده.
والله العظيم ما كنت اتوقع ابدا. ده انا بكسب بغير ما اعمل حاجه اصلا. ده في فرق متعادله 4-4 و ده ديربي ده يا باشا. طيب دي الفاينل راوند يا جماعه. يعني انا احنا بص احنا يكفينا شرف المحاوله ان احنا وصلنا الحمد لله. المفروض ان البراط اللي احنا واقفين ده عليه هيقع دلوقتي اهو. انا مش عارف اروح فين. طب همشي وراكم. بيقع كله. اهم حاجه ما تقعش انت طبعا، دي اهم حاجه. احنا 7 في 6 اهو، واحد هيكسب بس اكيد مش انا طبعا. يا واحد انت 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 شجره دي ولا ايه؟ البلاط عمال يقع كتير اهو. واحد بس وقع لحد دلوقتي. لو بيتفرج عليا انا من خبته التقيله بيتفرج عليا انا. خلاص ده هم فضلوا 4 بلاطات بس. يا نهار ابيض هتقع دي. انا كنت هموت خلاص. في واحد وقع، في واحد وقع تاني. البلاطه اللي هناك وقعت. يا ساتر يا صعب يا جماعه بجد والله انا متوتر قوي. واحد وقع، الواد راح في الرجلين يعني. دي شلطتني. فاضل 3 بس. لا حرام. طيب يا شباب هنحاول بره كمان يلا. طيب دي المروحه انا عارفها، لعبه اللي فيها مروح كتير دي. ان شاء الله يعني نعديها. بس الزحمه بس بتلخبطني يعني، انا ما بحبش الزحمه دي. ما بحبش الزحمه والله. اوعوا بقى. ماشي ماشي سالكه اهي. بص الواد عشان والله العظيم عطلني. هنا بقى كل واحد بيبقى معظمه لوحده. حظ حلو. بس هلحق؟ مش هلحق. مش هلحق. بص الزحمة، الزحمة مشكلة. اللي فاضل 3 أنا خسرت يا جماعة، معقولة؟ طيب يا شباب هنحاول مرة كمان. عارفها اللي هي الدوائر اللي بتقعد تلف عكس بعض دي. أبعد بس عن الزحمة عشان الزحمة هي بتلخبطني. طول ما أنا لوحدي أسهل. استنى الكرة تعدي. بس احنا مش ده قفلوها. هنخبط في بعض طبعا ونقع. ما انا عارف الزحمة اصلي. هما عايزين 28 واحد بس يكسب. قليل اول المرة دي كده. ده كله كسب، ده كله طلع. ماشي ماشي يلا. حلو قوي يا موكل يلا. انا بجد بكره البتاعه دي. مش بقول كده والله عشان انا والله بكرهها بجد. نقعد نمشي ندور فين الطريق الصح اللي نمشي فيه
طب امشي كده يا عم، استنى ماشيه كده كده كده، هي ماشيه كده دخلت كده، امشينا ازاي كده كده، هي دي داخله في دي، امشي ازاي، وناس هم كلهم عارفين بعض، هي في ناس حافظاها ولا هي بتتغير كل مره ولا هي مش، هي دي هي دي شكلها، هي ولا مش هي ولا احنا هم ولاد لذين عارفين الطريق الصح، في اهم شكلهم عارفين دي، هي ولا مش هي، لا مش هي، طب ما نركز احنا ونشتغل من دماغنا احنا بقى، انا مش عارف هي فين، طب هي فين، طب هي انا مش عارف، ده في خمسه دخلوا اصلا يعني، ما انا مش عارف ساكت اصلا، خسرت انا عارف نفسي فيها. طيب يا شباب هنجرب اخر مره، يلا ربنا يكرمنا كده نحاول ناخد اول ان شاء الله، انا مش عارف ايه دي بس احنا هنفضل نمشي لحد الاخر تقريبا، بيقول له ريستو ذا فينش يعني سابق لحد الاخر، انا تقريبا افتكرتها شويه بس هي كانت نازله كور تلج تقريبا، مش كانت مش ما كانتش فواكه قبل كده، امشي بسرعه يلا يا عم، لا تحت اسهل، انا افتكرت البتاع دي بسرعه، بس هو مش بطيء قوي، هو لا يعني فرصتنا قليله جدا نكسب الجيم ده، اخيرا طبعا عارفها دي اللي هي الحلزونه اللي بنقعد نخش في المواسير، نقعد نخش، انا ما بحبش بس البواني دي بتقعد تطلع في، بص بترفعنا فوق قوي، انا عارف اصلا، خش بسرعه بقى يلا بقى مفيش وقت، في مراوح، في مراوح، يلا بسرعه مفيش واحد دخل لحد دلوقتي لسه، انا قال لي وداني الشمال كده، ماشي يلا يلا الحمد لله ماشي معانا اهي، استنى استنى تنزل، استنى مش هتنزل ولا ايه، نزلت هناك هتطلع تاني، ما انا عارف اصل حظي، ده في ثلاثة دخلوا، لا انا خلاص انا فهمت مش هخش من الطريق الصعب ده، الطريق ده احسن بكتير، في كم يا رب، عاش قوي يا موكلي، طيب مبروك على الخسارة يا رجالة، واحدة من ارزل المراحل اللي ممكن تلعبها بتاعت الديل دي، انا ما بقاش معايا الديل كمان بتبقى صعبة قوي، اهو واد بديل اهو، مش انت يا عم انا مش عايز ديلك انت، انا بقى هجري فين بقى، الواد مش هيحلني، خليه ماشي تحت احسن كده، انا وحظي بقى، فاضل لسه دقيقه، خدوا مني الديل اهو، حلو والله عملتها حلوه، يا ابن اللذينة تعال خلاص الوقت هيروح مننا، مفيش فرصة، اي حد بديل، طب يا جماعة الحمد لله، بسرعة بص ايدك
فاضل 3 ثواني. الله. طيب احنا عارفين البتاع دي اهم حاجه ابعد عن المروحه، ما تخليش حاجه توقفك عشان المروحه لو لطتك هتزعلك. شكلها هتلطني كده انا في الزحمه دي، انا كده هقع شكلي. اي بسرعه بسرعه، المروحه فين؟ مركزتش، خايف من المروحه والله تيجي. فاضل لسه اربعه، الحمد لله وصلنا النهائي مرتين، ودي ما بتحصلش خالص قبل كده، عمرها ما حصلت معايا قبل كده. انا مش عارف البتاع دي اوجس يعني، نفضل ننط على ال، اهم حاجه ما نوصلش لحد اخر الطبقه القشره الارضيه. ده هتقع شكلها، ده بتلف اصلا كمان. طيب يا شباب بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، بس عايز اسالكم على حاجه، لو عايزين نبقى نلعب حلقات بعد كده اطول شويه بيقولوا لي في الكومنتات رايكم ايه، لو عايزين نطول الحلقات شويه، لو حابين تبقى الحلقات قصيره زي كده مفيش مشكله فيها. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، واشتراك للقناه، وشير الفيديو مع اصحابك. اشوفكم على خير، السلام عليكم.